السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. في وقت البرد قد يضطر الإنسان أن يلبس ثوبين اثنين من شدة البرد، واللباس هذا قد يكون سبب في عدم إتمام طهارة بعض المصلين للأسف من الرجال أو النساء عادي. بمعنى أنا ألبس الآن كم طويل عند الطهارة، لما يتوضأ البعض من الرجال أو النساء عند غسل الذراع، طبعا الأصل أنك تغسل الكف مع الذراع كامل، شوف الآن نص الذراع طالع المرفق، لازم تغسله كاملا. وإذا كانت الأعضاء هذه لم يمسها الماء وضوءك لا يصح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا جليلا في قدمه مثل الظفر، مثل الظفر، وفي رواية مثل الدرهم، لم يصبه الماء، قال: ارجع فأعيد وضوءك. يعني شنو؟ صلاتك باطلة. وحتى عند غسل القدم بعض المصلين هداه الله ماذا يفعل؟ هو متعاجز أنه ينزل ويخلل بين أصابع الأقدام، يفتح الماء ويقلب قدميه تحت الماء هكذا، وضوءك لا يصح. إذا الأعضاء لم يصبها الماء، إذا في مكان ما أصابه ماء ارجع فاعد وضوءك، يعني صلاتك باطلة. وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ولا تصير محروم، متوضي متوضي ومصلي مصلي، صلى الصلاة التي يريده الله عز وجل، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. ومو معنى هذا أنك تسرف بالماء، وضوء ليطهر مني ومنك. النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه مثل المد، ويغتسل غسله كامل بالصاع إلى خمسة أمداد. وللعلم ثبت في صحيح البخاري يجوز تتوضأ وتغسل كل عضو مرة واحدة، يعني تمضمض مرة واغسل وجهه مرة وقدمي مرة، كلها مرة، والحديث البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين مرتين، كل أعضاء مرة أو مرتين أو ثلاث. سواء كنت في البر، في البحر، في البيت، في أي مكان، يجوز تتوضأ مرة، وباب التنويع مرتين يجوز وثلاث يجوز، لكن الأذن والرأس مرة واحدة. يقول علامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: والتنويع في العبادة في السنن، يعني تنوع مرة، تتوضأ مرة مرة مرتين مرة ثلاث، يورث الخشوع في عبادتك. مثال ذلك أيضا تكبيرة الحرام، مرة تقول الله أكبر، يعني ترفع يدك بعدين تكبر، ومرة تقول مع بعض الله أكبر، مرة تقول الله أكبر ترفع يدك، كلها صح. أنت حتى لما تنوع في قراءتك في تلاوتك تجد الخشوع واللذة. احنا نقول للناس نوع في عبادتك. خلاصة كلامي: تتوضأ، لا تسرف بالماء، ولا تقصر في أعضائك. لأن عندنا في الشتاء بعض الرجال يلبس قميصين اثنين، أو بعض النساء، أو الأندروير مثال ذلك، ما يرفع الكم كاملا ولا يمكن الأعضاء، وضوءك لا يصح، احذر. هذه إجابة موجزة وفيها شرح أيضا لمسألة يكثر السؤال عنها من بعض الطلبة هنا في أمريكا أو في بعض الدول التي تعاني من البرد. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.